هنروح كمان لخبر حلو تحديدا. بالامس اعلنت رابطه الانديه المصريه المحترفه فوز لاعب الاهلي طاهر محمد طاهر بجائزه لاعب الجوله 34 من مباريات الدوري الممتاز، وده بعد يعني نجاحه في احراز هدفين في مرمى المقاولين العرب اللي انتهى بفوز الاهلي 4-0 4-1. كان مباراه برده رائعه جدا، يعني مزيد من الاربعات بقى يا رب ان شاء الله، احنا بنحب الزياده. ومبروك طاهر محمد طاهر، من اللعيبه برضو اللي بتتالق بشكل كبير جدا في مباريات عديده، وكان في عنده ثبات في المستوى كمان في الفتره الاخيره مع مارسيل كولر.